قصة غريبة. أخ مسلم ربنا يهدي له حاله في مدينة في أمريكا السنة الماضية، حرمة عجوز أمريكية قاعدة ورا شباك، فكل يوم تلاحظ أن الأخ ده المسلم لأن زوجته محجبة ينزل من مقود السيارة ويروح الناحية الثانية ويفتح لزوجته الايه الباب فتنزل. مرة في اثنين في ثلاثة أسبوع اثنين شهر أعجبت المرأة العجوز بخلق الايه الزوج المسلم، فراحت توكلت على العصا ونزلت. قالت يا ابني والله يا مستر انت والله انا مبسوطة منك انك بتفتح الباب لزوجتك ويعني احتراما له. قال لا ابدا ده الباب خربان ما يفتحش الا اذا فتحت. يا عم اسكت الله يرضى عليك. ايه ده الغباء لناس سبحان الله. يا عم عديها اعمل ان يعني سبحان الله لا حول ولا قوة يعني هو مش عايز يحمد بما لم يفعل يعني وبيطبق النص بالضبط يعني ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من يا اخي خليه عديها ان من باب الدعوة لا اله الا الله لكن هو ملوش دعوة بالموضوع فيفتح الباب ولا اصل الباب خربان لا حول ولا قوة الا بالله. فانا عايز اقول منظومة القيم اراءت لا في منظومة يقول عليها علماء النفس اسمها منظومة الخوف. ايه منظومة الخوف؟ عزك الله يقول لك الصرصار يخاف من الفأر صح ولا لا؟ والفأر يخاف من الهرة والهرة تخاف من الكلب والكلب يخاف من صاحبه وصاحبه يخاف من زوجته وزوجته تخاف من الصرصار. سبحان الله بيسلط أبدان على أبدان ما هو مقاصة في الحياة. هو انت سيب الكون لمن خلقه انت عايز تعدل الكون اهو اللي بتخوفه دي بتخاف من الصرصار سبحان الله. فاز عايز تغير في صرصار في البيت فاز خلاص انتهى الموضوع ريح روحك. فانت المفاتيح معاك المفاتيح معاك يا اما تغلب. السلف الصالح عملوا ايه؟ غلبوا الشرع على الطبع فطبع الله طبائعهم بطبائع الشرع ونحن نغلب الطبع على الشرع. يعني مثال الخليل لما قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بالله عليك هواه لو سارت الدنيا وفق هوى الخليل هل يتركه؟ لكن هو تركه بناء على ايه؟ بناء على الشرع. فلما قدم الشرع ايه اللي حدث؟ نبت اسماعيل. وبعدين تعال لقضية الذبح يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. طيب هذا الامر مخالف لهوى الانسان ام موافق؟ مخالف. ولكن سيدنا ابراهيم راح ينفذ الامر ولا بدا يعمل لجنه رباعيه وتنبثق عنها لجنه ثمانيه وتنبثق عن اللجنه الثمانيه لجنه خرافيه او تكليفيه او ما ينفع. هو يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. الحل ايه؟ الولد لان رصيد الايمان موجود يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اشوف كلام هنا فلما اسلم الف الايه دي الف الاثنين صح ولا لا؟ فلما من ومن الخليل وايه وإيه؟ فلما اسلم لمن؟ لله. مفهوم ان لا يسلم الا لله. فلما اسلم خلاص وتله وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انك خلاص. يبقى اذا لما قدم سبحان الله شرع الله على تعالى الى الصديق رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم جهز بعثة اسامة. اسامة في هذا الوقت عنده 17 عاما يعني ولد في البكالوريا ولا في الثانوية العامة. يمكن ابنائنا يمكن في الثانوية العامة ما يعرف يعدي الشارع لوحده سبحان الله عايز ابوه يعديه يخلي سبحان الله لو, 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 لو قلت له خد اشتري شيء من البتاع خجل. يرأس اسامة جيش من جنوده ابو بكر وعمر. المهم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى. بدأت الاعراب يتمردوا بدأت الردة. المدينة في حاجة وهي عاصمة الاسلام في حاجة الى من يدافع. لكن ابا بكر كان منه موقف اغرب من الخيال. قال والله لأنفذن بعثة اسامة. قالوا يا خليفة رسول الله معقول؟ يعني بالضبط احنا في اعداء قريبين وفي اعداء بعيدين لم يهاجموننا بعد نروح للبعيد ولا نطرد العدو المترقب القريب؟
إذا به يطبق الشرع، يقول في كلمة واحدة أنا متبع ولست بمبتدع، بس أنا متبع. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بإنفاذ بعثة أسامة. والأغرب من الخيال، أبو بكر عنده 61 سنة في أمة تحترم السن، أسامة راكب وأبو بكر ماشي، أسامة يقول يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. يبقى أسامة تربى أم لم يتربى؟ ده تلاقي الولد من كثر من كثرة ما يشوف المسلسلات قاعد مع أبوه واضح قدم على قدم، ممكن قدم في وش أبوه، والله أصلا أرى ترى إيه الأول، تأدب الأول، ترى إيه أنت مش شايف البعيد، سبحان الله في أدب. يا خليفة رسول إما أن تركب، قال أبو بكر والله لا تنزل ولا أركب، وما لي لا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا أسامة بعد ما وصل وصية، أتأذن لي بعمر أن أستعين به في المدينة على شؤون المسلمين؟ من يستأذن من من؟ الخليفة لأن أسامة في هذا الوقت إيه؟ قائد الجيش، وعمر تبع من في هذا الأمر؟ تبع القيادة العسكرية لأسامة. فأبو بكر يضع كل واحد في مهماته ويضع كل واحد إيه في مكانه، يقول يا أسامة ممكن أستأذن بس عمر، سبحان الله، يعني لا إله إلا الله. فإذا أبو بكر لما قدم الشرع على طب، فلما تحركت بعثة أسامة قالت الأعراب الذين يريدون أن يغيروا على المدينة لولا أن المسلمين بهم من القوة والعدد والجيش ما كانوا أنفذوا إيه بعثة أسامة. فلما اتبع أبو بكر شرع الله في اتباعه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجى الله سبحانه وتعالى المدينة مما كان سوف يحق بها. فأنت قدم الشرع وما لك دعوة بالطبع، الطبع دائما، يعني سبحان الله، أولادنا في كلية التربية اليوم كانوا يسألوا هو الطبع يغلب التطبع ولا التطبع يغلب الطبع؟ في قصة رمزية، الملك قاعد في المملكة وبعدين قال للوزير أيها الوزير تقولون لنا، أيها الحكماء، وزير حكيم، تقولون لنا إن الطبع يغلب التطبع. قال نعم أيها الملك، أيوة طبعا الإنسان طبع كذا يغلب مهما تعلمه يرجع للطبع. قال لا هذا كلام خاطئ. قال كيف أيها الملك؟ قال انتظر. وصفق الملك، خرجت 10 من الهررة، 10 قطط، كل واحدة ماشي على رجليها الخلفيتين زي السيرك، ورفع يديها الأماميتين وتمسك شمعة مضاءة طبور. الوزير يعتقد لا إله إلا الله، وإحنا في السيرك القومي، لا إله إلا الله، ده القطط ماشية طبور. فالوزير أسقط في يده، قال صحيح سبحان الطبع بتاع القطط تمشي على 4 ولا تمسك الشموع، أما تمشي على قدمين وترفع اليدين لفوق وتمسك شمعة مضاءة ولا تنطفئ وطابور ولا العسكرية ولا الجيش، الله دلالة. فعاد حزينا، عنده جارية نبيها شوية يبدو أكلها قليل، مع الواحد لما الأكل يقل النباهة تزيد، ولما الأكل يزيد المهم. فنرجع للوزير، ولازم يعني نقول كده شيء ما من النباهة برضه. فالمهم الجارية قلت له مالك؟ حكى لها القصة فأسرت إليه بمسألة. فراح تاني يوم قعد مع الوزير، فالملك يعمل أيها الوزير هل علمت أن التطبع يغلب الطبع؟ قال لا أيها الملك، إن الطبع يغلب التطبع. قال يا رجل أما رأيت بالأمس؟ قال له طب خرج الهررة. صفق الملك، خرج الولد المدرب بتاع يبدو عنده مدرب للهررة، المهم علينا، خرج القطط ماسكة الشموع. اخرج الوزير من جيبه فأر، ها، والقاه قدام الايه، كله رمى الشموع وطلع ايه جري سبحان الله، رجعت للقطط الايه لطبعها، لطبعها سبحان الله. ليه؟ تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. ها ترجع لما تجد عائلة عزك الله، لما يجي تقدم ابنك لأسرة فلان فانت ما تعرفهم فتسأل عنهم، يا ابو فلان ايه رأيك في عائلة فلان؟ الرجل خايف يقول لك انهم بخلاء، فالعربي دايما يلون الكلام، العرب دايما يقولون هو يا ابو فلان بصراحه هم ناس ما شاء الله عليهم بس عندهم شويه حرص. ويغرق الرجل في مصيبه، حرص يعني ايه؟
يعني بخل يا سبحان الله العظيم. فحتى في بعض البلاد العربية يعني واحد مريض يقولوا ايه كيف فلان ماله فلان مش بقول الله بعافية شوي بعافية يعني ايه يعني مريض. واحد اعور العربي الاعور يقول لك يا عينه كريمة سبحان الله. الكفيف يقول عليه والله فلان المبصر هو عنده بصيرة اكيد طبعا ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني بهذا المنطق. فتلوين الكلام وتزيين وتزويق هذه مصيبة. فيا حسن اطع من احسن اليك وان لم تطعه فلا تعصي له امره. طب لماذا تعصي؟ والعصيان واضح سبحان الله العظيم. يعني سجدة ابى ابليس ان يسجدها لابينا ادم وفق مراد الله سبحانه ودخل وفق الايه الطبع والغى الايه الشر فطرد والعياذ بالله. وسحرت فرعون سجدوا لله سجدة ما في غيرها لا من قبل ولا من بعد. وبعدين قتلهم بعد السجود وصلبهم اخذوا بها نعيم الدهر كله سجدة واحدة. قالوا لا قطع عنه واعمله. قالوا اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. هي شوف الكلمات دي لما تتلوها وتقراها لا تاخذ اكثر من 4 دقائق 3 دقائق سبحان الله. بعد الثلاث دقائق دي سجدوا لله سجدة كانوا في جنة عرضها السماوات والارض. الله اكبر. والاعمال بايه بخواتيمها. اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب. ها سبحان الله العظيم. ولد شاب كده عايش في امريكا ويقول مش يسألوني قاعدين بعض علماء كده. فدخل شاب كده عنده في اخر الثلاثينات مش تخبروني مش تقولوني اننا كيف التزمت. والله ما كنا نعرف انك غير ملتزم. خير كيف التزمت يعني؟ قال الله احنا رحنا من بلدنا الفلاني الى امريكا ندرس الدكتوراه وبعدين بهرتهم اضواء ما يقال عنها مدنية فانخرطوا في السلك نسوا الصلاة. 3-4 شباب مع بعض اخلاء يعني اخلاء السوق. قال فقاعدين مرة احنا الثلاثة مع 3 من الاجنبيات فسألت واحدة قالت ايه وضع المرأة في الاسلام عندكم؟ فانبرى احدهم ومع انه سبحان الله يعني كان الله اعلم شارب ولا لكن المهم يعني رباه الفطرة ان المرأة في الاسلام وهي صغيرة حرز لابيها من الجنة وسبحان الله لما تكبر سبحان الله هي ريحانة البيت ولما تتزوج لها حرية الاختيار وزوجها سبحان الله يكلفها لا مهر ولا شبكة وهو اللي ينفق عليها وهو اللي يؤسس لها البيت ولا يضربها ولا يؤذيها ويستشيرها وسبحان الله واذا كبرت فهي ام والجنة تحت اقدام الامهات واما يبلغن عندك الكبر. فقالت البنات الملهم دعوة بالدين ولا مسلمات ولا غيره نحن لو رأينا زوجا يصنع معنا هذا ما كنا في هذه الحمئة وهذا الانحراف الذي نحن فيه. طب لو لقينا واحد كده بهذا الاحترام وبهذا الادب اب وبعدين زوج وبعدين اخ وبعدين ابن ولا فينا دار مسنين ولا دار عجزة ولا حد سبحان ولا تجارة بجسد ولا تجارة في اعلانات ولا غيره سبحان الله العظيم. فقال خرجنا من المجلس هن يبكين لانهن ما وجدن هذا الرجل الشرقي الصالح المسلم والثلاثة يبكون على ان في ايديهم نعمة نسوها فتابوا الى الله واسلمت البنات الثلاث وتزوجوا وحسنت الزيجة وانجبوا اولاد صالحين بفضل الله عز وجل. الاعمال بخواتيمها. اياك ان تنظر الى عاصي وتقول لا 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 ما في امل منه. خبرتك يمكن من قبل رجل جاي يشكو من اخيه اخوه اخذ منه الارض والبنايات والمحلات سبحان الله واخد بالك. وبعدين فجاء يشكو قال اخوي عمل كذا وكذا وكذا. يا اخي اصبر واحتسب. قال لا هذا اخي هذا يا شيخ لن يشم رائحة الجنة. طب الله يرضى عليك الدفتر اللي معاك افتح كده وشوف انا ترى من اهل الجنة ام من اهل النار. قال كيف يا شيخ؟ قلت له الله ما دام انت ايقنت ان اخوك مش من اهل الجنة انت عندك معلومة. هو مفاتيح الجنة ومفاتيح النار هي بيد احد. والله كان لنا شيخ رحمة الله عليه كان يقول يا أولاد يا شباب لو أن الله أعطى مفتاح الجنة لمؤمن يوم القيامة وقال له أدخل من شئت وامنع من شئت لدخل وأغلق الباب خلفه قال لا نريد ازدحاما. ده المؤمن. احنا ناقصين زحمة يبقى زحمة دنيا وآخرة سبحان الله. مش انت في صحيح مسلم المسلسلة بالضحك ها
لما حكى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد يخرج من النار قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك انا يعني هو اخر واحد مؤمن ما هو النار نسال الله ان يعيذنا واياكم منها في الدنيا عملا وفي الاخره يا رب جل ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب يا رب العالمين. في طبقه جهنم اللي هي عصاة الموحدين ياتي عليها يوم تصفق ابوابها يعني ايه يعني تخلو من سكانها وتظل الست طبقات لغير المسلمين. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإسلام. واحد هو آخر واحد في النار الرسول يقص عنه في صحيح مسلم آخر رجل يخرج من النار يقول يا رب أخرجني من النار ولا تجعلني أشقى خلقك. قال عبدي أئن خرجت أخبرتني عن ذنوبك؟ العبد قال الله هو أنا إيش دخلني في هذا المكان؟ دي سهلة بسيطة هو ده الشرط يا ربي أخبرك أقول طبعا أعترف. فلما أخرجوه من النار قال عبدي اعترف لي بذنوبك. فنظر يمينه فلم يجد أحدا ونظر شماله فلم يجد ما آخر واحد من المحشر آخر أصغر قال لك الحمد لله حد هيشهد علي ولا جاري ولا زوجتي ولا عيالي ولا عيال أخويا اللي خدت مالهم ولا سبحان الله. قال يا ربي أنا لم أذنب قط لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. في هذا الموقف قال عبدي إن لي عليك بينة في بينات. قال يا رب أنا لا أرضى شهيدا على نفسي إلا نفسي أنا اللي أشهد على روحي. الكبر العتو ده فأمر الله فختم على فمه يعني إيه امتنع عن الإيه ونطقت الجوارح بالمحقرات من ذنوبه. الجوارح قعدت تقول بالمحقرات. فلما أعيد إليه لسانه قال تبا لكن كنت أناضل عن كنا النار. أنا كنت الكذب ده عشان من أجلكم أنتم سبحان الله. المهم سبحان الله يعني اليهودي لما عمر قال له لما روع عمر اليهودي ماسك في تلابيب رسول الله ديني يا محمد ديني. فعمر أخرج السيف فورا أخرج السيف قال يا ابن الخطاب كان حريا بك أن تأمره بحسن القضاء وتأمرني بحسن الأداء. فتقول لي ادفع ويقول هو صبرك بالله شوية مش كده يا ابن الخطاب اذهب وأعطي الرجل حقه وأعطيه 10 زيادة ثمن ترويعك له بسيفك. الله. لأن احنا الرجل له حق عندنا بس للأسف صار له حقين. انت خوفته. صار له حقين. وهنا تعدي من العدل إلى الإحسان كما ذكرت فضلك. فاليهودي وهو ماشي مع عمر كده يقول له والله لسيدنا عمر لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. انا اكرهك انت يهودي وانا اكرهك. الرجل يقول له وهل هذا هذه الكراهيه تمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا. قال اذا لا يأسى على الحب الا النساء. انت حر تحبني او تبغضني سبحان الله. نعم. واحد يقال في معارض الدعوه ماشي مع سيدنا عيسى يقال عابد بني اسرائيل. فلما استيأس الرسل الله يرضى سبحان الله استيأس لما عمل كل ما عليه ها. فعابد بني اسرائيل ماشي جنب سيدنا عيسى فلقى واحد جاي في الطريق. فالعابد ده قال لسيدنا يا نبي الله تعالى من الطريق الاخر. قال لما؟ قال هذا فاجر بني اسرائيل. قال ولماذا لا نمر في نفس الطريق؟ قال لا انا لا امر في الطريق الذي يمر في الفاجر. سبحان الله. قال يا روح الله هل تأمل في صلاحه؟ معقول الفاجر بني اسرائيل اللي بيقتل وقطع طريقه؟ قال طالما فيه الروح وطالما فينا الروح فلا نيأس من رحمة الله في هدايته. سبحان الله. لا نيأس من رحمة الله في هدايته لأن الهداية دي بيد الله بس احنا علينا نطلق الأسباب. عبد الله بن المبارك قد سرت من مرو إلى بغداد. نعم. فخرجت مع أبي عبد الله اللي شيخه يعني او من شيوخ من اهل العلم. فقال يا شيخ نحن اثنان جماعه فلنؤمر احدنا. ثلاثه المفروض اعتبرهم اثنين الراي. نعم. والله واحد منهم بألف عبد الله بن المبارك ما شاء الله عليه. عليه رحمه الله. فقال انت اميرنا. ابو عبد الله بيقول لعبد الله استغفر الله انا اميرك كيف؟ والله لتصيرن اميرا علي وتطيعني في كل معروف. صيرت تلميذة أميرا.
هو ابو عبد الله عايز عبد الله المبارك يصير ايه؟ يصير هو الامير. فانا استحى عبد الله المبارك قال انت الامير، قال للشيخي انت الامير. طيب فابو عبد الله مسك الاماره اللي هو تطيعني، بس حتى نرك الشيخ مسك الاماره على التلميذ عرضها عليه فرفض التلميذ، رفض التلميذ ولكن اعطاها للشيخ. للشيخ نعم. قال له وتطيعني في كل معروف؟ قال بلى، لان الامير انا اطيعه في معروف. المهم قال فكنا نستريح، لا ينام الا اذا نمت يغطيني، واذا قام لتجد اقسم قال انا الامير، يقوم يجهز الطعام، اريد ان اشرب يقول اسكت انا الامير اسمعني اطع. فصار خادما لعبد الله بن المبارك، خادم له. فدخلنا على حدود بغداد والليلة شاتية شديدة المطر. قال فغطاني بكل ما معنا. وأنت؟ قال أسكت أنا الأمير. فلما المطر يتساقط على الثواب التي غطاني بها فانحنى بظهره من بعد صلاة العشاء حتى أذن الفجر، وأقول له يا شيخ أسكت نم أقسمت عليك. أنا يحميه من المطر. نعم بجسده يحميه من المطر. سبحان الله. فلما انتهت الرحلة قال عبد الله بن مبارك والله لو أعلم أن هذه الإمارة ما جعلتك أميرا. قال أريد أن أعلمك هذه الإمارة. ها. صعب. يبقى الإمارة إيه؟ صعب. الإمارة إيه؟ مسؤولية. تكليف. تكليف. وليس التشريع. وقف عند هذا وقصة ابن صياد. ابن صياد. ما قصة؟ كان فيه ولد في المدينة غلام في سن البلوغ، يعني أقول مثلا 14 عام. في سنة كم هذا؟ ده في المدينة في العام السادس والسابع الهجري. تقريبا نفس الفترة. نفس القضية يعني. يعني. أن خلاص الدعوة كانت تمت وبدأت الرسائل تتوافد من رسول الله بعد عام الفتح على الملوك والرؤساء وتم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصارت عاصمة الإسلام. نعم. قالوا رسول الصحابة لما سمعوا من الرسول مرة ومرة ومرة عن المسيح الدجال شهدوا ولد يهودي يقول كلاما عجيبا. وبعدين الولد يبدو كان أعور. الله. ويقول كلام يعني مش يعني يفوق سنه. كم سنة هو؟ 13 عام مثلا في هذا الوقت. نعم. ولما كان ينام كأنما يكلم قوما. وكانوا اليهود يرعبوا به المسلمين الولد هذا. يخيفوا به يخيفوا المسلمين. لأنه الصبية يعني أمثاله. يعني هو الكبار. سبحان الله. كأنه سبحان الله العظيم بدأ الصحابة يشكوا أن يكون المسيح الدجال. من كثرة كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأنه يهودي وأن 74,000 من اليهود أصبحان. فالصحابة شكوا. فراحوا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن الرسول يتحرك ليرى. سبحان الله. طبعا يبقى إذا الأمر وصل لغاية فين؟ وبعدين دول مش صحابة، ده كل واحد منهم عقله يزن أمة بأسلحة. أمة. سبحان الله العظيم. أبو ذر هذا كان أمة. ماذا؟ صح صح. قال فصاحبه عمر. صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا. نعم. وجمع من الصحابة. ناس بيريدوا يسيبوا الرسول يروح لوحده عند اليهود. سبحان الله. في المهام اللي دي عمر لا يفارق رسول الله. عليه الصلاة والسلام. قال أن عن عبد الله بن عمر. أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، مكان في المدينة أطم يعني تبة عالية أو تلة عالية، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على كتفه. الرسول يعني يفاجئه. لا بغته. ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ أول من آخر خلص. هكذا. ودي ما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صنعها رسول الله أحد. رسول كان يعرض الدعوة. سبحان الله. لأنه كان بيدعي الولد أنه نبي أو شيء من هذا القبيل يعني كده، وأنه يعني الرسول. ابن مين الولد ده؟ ده ابن يهودي وابن يهودية. بشر معروفين. معروفين الأسرة معروفة. نعم. حتى يقال في الرواية المستدرك بتاع الحاكم وفي الطبراني ومصححة يعني لما رأت أم ابن صياد الرسول قادما قالت يا صاد، كانت بتدلعه يعني بتدلعه يا صاد أبو القاسم جاء. ما تقدر تقول رسول الله. ما مش مهم. تمام. أبو القاسم جاء. فانتبه. فإذا رواية. في رواية. الرواية الثانية أن الرسول مع عمر والصحابة وجدوه يلعب مع الصبيان فيضع إيده. أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأمين. نفس كلمة المسيح. تمام. طبعا.
الله ما فرق الخط واحد النشأة واحدة الملة واحدة صح الهوية واحدة وبعدين ده من باب يتوارثونها اه طبعا وده من باب التعالي يا ابني من باب التعالي لطفل يبلغ الحلم يا ابني ما هو من باب التعالي الولد اليوم في اسرائيل ياتي وعنده 6 سنوات يقعد يدرسوا له 6 سنوات العقيده وياخدوه عند الجبل هناك عند طور سيناء ويقول له ان ما كنتش هتدافع عن هذا المكان جبل صهيون سوف يرموك المسلمون في البحر يطلع الولد يتعلم عقيده الاول مش هخلي حصه الدين اخر اليوم الدراسي كل الولد انهك والمدرس الدين نفسه عايز بمدرس هذا امر جلل يعني انا ابني العقيده عندنا لازم نفيق لا 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 نفيق لك كامه يعني انا ندش هذا الولد يحدث رسول الله اشهد انك رسول الامين هكذا هذا المنطق هذا المنطق سبحان الله وانت لو سالت ولد عندنا في الجامعه يعني رسول الامين يقول لك انا ما 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 قرأ الكتاب ما قرأ كتاب الله ف قال صلى الله عليه وسلم ف تشهد أني رسول الله أيوة. أشهد أنك رسول الأميين تمام قال ماذا ترى الرسول إيه اللي بيجي لك أنت إيه الأخبار اللي بتنقلها والناس بيشوفوها دي بيحكي حكايات عجيبة عن الجن وعن الملأ الأعلى وعن الصحابة اهتزوا عجيب الصحابة خافوا يقول ده هو اللي مسك الدجال قال يأتيني صادق وكاذب ما يقدر يكذب على رسول الله يعني يأتيني أحيانا زي إيه زي إلهامات او هواجس بعضها يطلع صادق وبعضها يطلع كاذب وهو يعلم هذا تمام زي الجماعه المنجمين والعياذ بالله مره يقول والله انت اصلا هترزق مش عارف وقدر الله هترزق بس ومره يطلع كاذب لانه هو كاذب اصلا صحيح هو كاذب اصلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر فاراد الرسول ان يمتحنه الرسول وهو في طريقه نزل عليه سيدنا جبريل بصوره الدخان انظر الى التوافق العجيب سبحان الله وهي آية من آيات الست وهو ايضا وفي هذا التوقيت لا اله الا الله قال خبأت لك خبأ الرسول يقول الرسول انا خبأت لك حاجه في دماغي وانا علمنيها ها عرفها قال الدخ لا اخذ الصح قال لبث عليك شيطانك انما هو هي الدخان الشيطان اللي بيلهمه اعطاه نص الكلمه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة بس هو ما تعلم كيفية الاتصال بالجن ما قرأ كتب ماذا لا يبدو الولد في شيء يبدو الولد في شيء من الصغر في أمر في أمر وده كانت مشهورة عند العرب مش كان الكهان وسجع الكهان هم كبار يا مولانا معلش وماله من صغره بحيرة الراهب هذا الدخ الدخ يعني خد نص الكلمة خد نص الكلمة قال لبث عليك شيطانك لا تعدو قدرك ده حجمك معلوماتك كلها غلط ما هو لا وحي ولا الهام ولا خير انما شيطان لو كان وحيا لقال الدخان الدخان طبعا وحي كيف يعني هيجي وحي الهام ولو كان تنجيما من قبل نفسه ما استطاع ان يقول شيئا لكن هي يبدو ممن في مدد بعوالم اخرى يعني ربما يعطيه نصف الإجابة أو نصف الشيء ويتركه سبحان الله ويأتي ليكفر بكلاهما يكفر بالآخر يوم القيامة نعم. الشيطان ومن اتبع طبعا بلا شك نعم. ما أنا مصرخكم قال ابن صيدان قال ابن صياد والدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله يعمل لنا دوشة في المدينة نعم يعني ما احنا مش عايزين إلا قال صلى الله عليه وسلم إن يكنه إن يكنه إن كان هو المسيخ الدجال أيوة يعني نفس الرسول شو بيثبت يعني مش بيقطع مش بيعزم يعني احنا قاعدين على القهوة والبيوت بنعزم بأوامر سبحان الله إن يكنه إن كان يعني إن يكنه فلن تسلط عليه لسيدنا عمر طبعا ما يستطيع قتله أنت بتفكر حتى ولا هو ولا صبي أنت بتفكر يعني عمر عشان قوتك تقدر تقتله لن يقتله أحد إلا المسيح عليه السلام بس هذا يا الله هذا حبيبي رسول الله هذا كان في الكتاب مسطورة عليه الصلاة والسلام مقدر في الكتاب وقاف عند بس عند حد الله ما سبحان الله كان صبيا كان غلاما كان طفلا لن تستطيع فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله تقتله ليه ولد عنده مرض بيجي له جن ايه الموضوع في ايه سبحان الله بس ربما يكون فتنة لأحد المسلمين لا لا بس الصحابة وهذا يفتن الصحابة ورسول الله بيننا نحن الله. لا 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 نحن بفضل الله الرسول ما زال بيننا
بالشرع. من الذي يقول هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الرسول يسمعني ويسمعك كما أسمع فاطمة بنت قيس وكما أسمع عبد الله بن عمر وكما سار مع عمر. لو كان هنالك يقين يا شيخ. والبرنامج ده مش عشان يزداد اليقين. والله هذا ما نأمله. نعم. إن يكونه. أيوة. فلن تستطيع قتله وإن كان. فإن لم يكن. فلا فائدة من قتله. يعني تستفيد إيه؟ تستفيد إيه؟ صحيح. يعني تعليقها فضلتك على هذا الحديث اجمالا وحديث تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا لا شاردة ولا واردة الا وضحها لنا عليه الصلاة والسلام. واحدة تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. لا. الانسان الوحيد اللي في العالم الذي ترك اتباعه وقد قرأوا كل شيء كما في رأسه هو كما ابلغه به ربه، ما خبأ شيئا، ما استأثر لنفسه علما. لا. بس تأثر الناس معلومة دايما الأساتذة في الجامعات وفي الأماكن دي يخبئ لنفسه معلومة كده معينة سبحان الله العظيم. ابن صياد تتبع سيرته، مات يا ابن صياد مات في 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 زمن أحد الخلفاء. نعم. في قراءات تقول أنه أسلم وفي قراءات أنا لم أسترح لها. اسمح لنا فضلاتكم ان نتناول هذا الموضوع في حلقه ان شاء الله. سبحان الوقت صار سريعا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني على ما نحن فيه لا تكون علامه نزع البركه من الوقت، ولكن حلاوه حديثك وتشويق المشاهدين يجعلنا لا نحس بعنصر الوقت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. وجزا الله خيرا كل المشاهدين الذين يدعون لنا بالخير وتابعونا. الحقيقه انا ما كنت اتوقع هذا الدوي الذي أثاره برنامج الوعد الحق. من أين علمت هذا؟ أنا على الفاكس وعلى صفحة الإنترنت تأتيني آلاف الرسائل من شتى بقاع الأرض، وكل إخوة في كل أرض الله في كل بلاد الإسلام وفي كل بلاد ليس فيها إسلام إلا بعض من المسلمين. يعني جزاهم الله عني خير وعنك أيضا. بارك الله في فضلاتكم.